المعلومة اللي عايزين تعرفوها ويا ريت السادة المشاهدين يعرفوها، أنا أقدر أعمل لكم من البطاطس ديت 20 صنف، بطاطا كروكيت، بطاطا آن في المطابخ الغربية، بطاطا بلونجير، بطاطا بوريه، بطاطا نيوكيد طريقة طلياني، بطاطا حارة، البطاطا أومليت، كفتة البطاطا، البطاطس بالبشاميل، دي كلها بطاطا. السلطات في كذا نوع من السلطة وبحورها واسعة في السلطة، سلطة بطاطس بالخضرة، تومية بالبطاطس، الشوربة في شوربة بطاطس بالجزر، وفي البطاطس بالبيض، وفي الروس سلطة روسي، وعلى فكرة الروس مشهورين جدا بالبطاطس بياكلها بكذا طريقة. هنطلع فاصل دلوقتي صغير بس طبعا علشان